مركز إدماج الأشخاص اللي ذوي الاحتياجات الخاصة باش نديروا لهم فحوصات طبية، زائد نشوفوا الإعاقات الذهنية ونفرزهم ما بين تشخيص داء التوحد عن باقي الأمراض الذهنية. وتشرفنا التواجد هنا في هذا المركز هذا. اليوم عندنا نشاط مهم يتعلق بحملة طبية لفائدة الأطفال الذين يعانون من التوحد. إذا هذه الحملة الهدف منها هو تشخيص الحالة الصحية ديال الفئة المستهدفة باش نميزوا الأشخاص اللي عندهم توحد والأشخاص ولا الأطفال اللي ما عندهمش توحد. وهذه العملية تتدار بشراكة وبدعم من المندوبية الإقليمية للصحة، وبطبيعة الحال تجي في إطار اتفاقية شراكة، الإطار اللي كاينة للتدبير المشترك ديال المركز إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة بإقليم طاطا، اللي بطبيعة الحال تشرف عليها السيد العامل مشكورا، وبالمشاركة ديال مندوبية الصحة، مندوبية التعاون الوطني، مندوبية وزارة التربية الوطنية، ومندوبية وزارة الشباب والرياضة. إذا هذه الحملة إن شاء الله اللي من المتوقع وإن شاء الله يستفد منها حوالي 30 مستفيد ومستفيدة، وإن شاء الله نتمنى وإن شاء الله هذه الحملة غتعطينا واحد رؤية لكيفاش شنو هما الحالات وكيفاش إن شاء الله نتعاملوا مع هذه الفئة، باعتبار أن الأطفال ولا الناس اللي تعانوا من التوحد راه في الحقيقة عندهم فرص كثيرة للنجاح في الحياة ديالهم، ونتمنى إن شاء الله نساهموا بهذا العمل إن شاء الله اليوم في هذا المسار. نتقدم بالشكر الجزيل للسيد العامل صاحب الجلالة على إقليم طاطا على المواكبة ديالو والدعم ديالو للمركز إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، وكذلك الشكر الجزيل للسلطات المحلية، والشكر كذلك للسادة المناديب مندوب الصحة، مندوب التعاون الوطني، مندوب وزارة التربية الوطنية، ومندوب وزارة الشباب والرياضة، ولا أنسى كذلك السيد رئيس المجلس الإقليمي على الدعم وعلى المواكبة ديالهم للخدمات والأنشطة اللي سنشرفوا على تحقيقها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة بإقليم طاطا.